السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعي قناة أجندبس. الدروس خصوصية، وزير التربية والتعليم بيقول لكم بلاش دروس خصوصية تاني، ودي رسالة من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور. الدكتور طارق شوقي بيبلغ رسالة خاصة إلى أولياء الأمور بشأن الدروس الخصوصية في ظل التعليم الجديد والمنصات التعليمية اللي وضعتها الوزارة، وأوضح كمان في مداخلة هاتفية لبعض البرامج بلاش تخلي ولادكم يروحوا دروس خصوصية ويبقى فيها هدر للاموال طالما ان الوزاره وفرت البدائل بشكل كبير. واضاف كمان ان احنا هنقدم خدمه تعليميه بديله عن دروس خصوصيه من خلال القنوات التعليميه، منصات وفيديوهات تعليميه، مدرسه، كتب تفاعليه، مكتبه رقميه، ادمودو، وكمان اسال المعلم، مجموعات تقويه في المدرسه، يعني هيبقى في سنتر داخل المدرسه، وهيبقى في بث مباشر من وزاره التربيه والتعليم، وهيبقى كمان حاجات كتير. كل ده قال لك هيبقى ببلاش وهنذاكر منه. واكد كمان ليس هناك سبب منطقي للذهاب دروس خصوصيه ومافيا الدروس طالما فيه بدائل متاحه. ده كان كلام ورساله موجهه من وزير التربيه والتعليم الى اولياء الامور. يا ترى هنعرف ايه في الايام اللي جايه؟ يا ترى هيحصل ايه؟ يا ترى الدروس الخصوصيه فعلا هتتمحى؟ هتخلص خالص؟ هتبقى يعني ما فيش دروس خصوصيه؟ هنشوف الايام اللي جايه، ده هتثبت حاجات كتير، وهنشوف خلال ساعات قادمة إن شاء الله أخبارنا أول بأول من داخل مصادرنا الرسمية، وكل جديد وأكيد إن شاء الله على قناتكم قناة أجيال الأندلس. في أمان الله.